ليش حده ليش ما قلتي لي من قبل؟ تدرين الحين كنسلت موعد الصالون؟ بس إن بدأت كنسل لخيت كنسل موعد الصالون أنا حط لك مكياج. بيا الحين على ما رد البيت على ما نلبس على ما أنت مكياج وين نلحق؟ نلحق نلحق. ما يمدي. يمدي يا يمه طولي بالك. والله العظيم ما يمدي. فاروقني قدام امشي خطوتين. بس بس أوقف. أيوة. لا لا انت ينيتي ينيتي رسمي انت بتموتيني ناقصة عمر يمه تكفين بس قولي لي وين الغلط قصري حسك لا قلتك كيف قدام هالناس الحين انت كل هذا تقولي لي وين الغلط ما لقيت تحبين الا هذا صدقيني يمه خوش واحد انت وين عقلك هديتي اصحاب هالشركات واللي عندهم خير من الله ما حبيتي لي الا مدير جمعية يا طيحة الحظ عمتي بس بقول لك شغله يعني وانت سمعيني وحكمي بعدين يلا اخذي عمتي أنا أخرتي هو يقول لي عمتي تكفى لا تقولها ما أبي أسمعها من حلجك خير شر بت على حظي عمتي ليش جايبتنا هني ترى بنتأخر كذي خلاص يا يمه ليه متى بتظلين تطحنين إيه لأنه ما يصير متأخر بعدين خلاص خلاص يمه خل أقول لي بشبدي أنا بشنو وعدتك وفعلت أنا بشنو وعدتك؟ مو وعدتك أخاف عليك وأهتم فيك وما أخليك تعتادين أحد؟ وأنا عند وعدي يمه ما راح أخليك تعتادين أحد حتى أنا يعني شنو؟ تفضلي هذا مفتاح بيتك وهذا بيتك عمتي هذا بيتك انت اثثيه من الالف للياء مثل ما تبين تبين تاجرينه تبين تدينه وتردين تبنينه مره ثانيه كيفك يا يمه كله حلالك الله لا يحرمني منك عمتي بس أنا ما أبي أطلع من البيت أبي أظل وياك. وأنت بتتمين عندي. بس هذا لك للمستقبل. أنا ما أدري ربي شنو خاشتك باكر. كل هذا قاعد أسويه من خوفي عليك. يلا فاروق خلاص أمشي. وين عمتي أبي أشوف الفيلا من داخل. بس داخل. خلاص نلحق على الصالون مو تبين الصالون تطحني؟ لا عمتي بليز. بعدين بعدين لا إله إلا الله أمشي فاروق أمشي.